يقول أعيش في أوروبا، وكما تعلمون أن فصل الشتاء يكون باردا جدا وهناك أمطار يسيلون، فاضطروا للصلاة في المنزل. وجهونا حول ذلك جزاكم الله خيرا. الصلاة مع الجماعة التي تستطيع الوصول إليها واجبة، صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، إلا إذا حصل عذر لا تستطيع معه حضور الجماعة فتصلي في البيت. فإذا كانت الثلوج والبرد شديدا ولا تتحمل التعرض له فصلي في البيت، لأن هذا عذر شرعي. أما إذا كان بإمكانك أن تحضر وتصلي مع الجماعة ولو كان عليك بعض المشقة من البرد، فإنه يجب عليك الصلاة مع الجماعة.